تعالوا بقى نروح لمراسلنا شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من فندق مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عشان نعرف من خلال لقائنا بيه إيه آخر الأخبار وإيه آخر المستجدات. صباح الفل عليك يا شريف، أخبارك إيه وأخبارك إيه بالمعنى الواسع، إيه الأخبار اللي عندك كمان؟ زي الفل، تحياتي ليك او صباح الفل. صباح الاهلي، صباح الخير على الاهلي والاهلاويه، صباح الخير عليك كريم، صباح الخير عليك نهاوند، ويا رب باذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي النهارده. يا رب النهارده يكون التوفيق مع النادي الاهلي، والنهارده لعيب النادي الاهلي تصالح جماهير النادي الاهلي فوز كبير باذن الله، باذن الله على فريق الجونه الكبير، فريق كبير، فريق بيضم طبعا لاعبين على مستوى عالي وفيهم لعيبه كتيره من النادي الاهلي، بس باذن الله النهارده يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. خليني الاول اقول لك السيوله مروريه، يمكن شرق قصر عيني شرق يعني النهارده كان ماشي لحد ما كبير جدا لحد النادي الاهلي كوبري قصر النيل، الدنيا كانت كويسه جدا من النادي الاهلي بقى لحد التجمع الخامس المكان اللي احنا فيه فندق الاقامه للنادي الاهلي، يمكن كثافه مروريه كبيره جدا على كوبري اكتوبر في الاتجاهين، يعني اتجاه ميت نصر واتجاه طبعا وسط البلد المهندسين ووسط البلد، الكثافه المروريه كبيره جدا على كوبري 6 اكتوبر، فاللي نازل ينزل بدري شويه علشان خاطر هيقف كتير على كوبري 6 اكتوبر. طبعا التجمع ميت نصر الشوارع فيها سيوله مروريه كبيره جدا طبعا بعد الانشاءات والكباري والمحاور اللي شايفينها طبعا في الفتره الاخيره في جمهوريه مصر العربيه. يمكن من فندق بقى الاقامه المعسكر الهادي خالص اللي بيمتاز، يعني النادي الاهلي بيحب الهدوء، بيحب يختار مكان فيه هدوء علشان خاطر يعرف اللعيبه تتعامل فيه، يعرف يخش المطعم في هدوء، ما حدش يشغلهم بالتصوير، ما حدش يشغلهم بالكلام، فالفندق بيمتاز فعلا بالهدوء. يمكن النهارده كان الفطار من 8:30 ل 10، يمكن خلاص الفطار انتهى منذ قليل او دقائق قليله جدا، كل لاعبي النادي الاهلي الفطار كان اجباري ونزلوا كلهم على الفطار. الغدا هيكون الساعه 2:30، الوجبه الخفيفه السناكس هتكون الساعه 6، والمحاضره 7:05، والتحرك هيكون باذن الله الساعه 7:15 الى استاد القاهره، مباراه في التاسعه مساء. يا رب باذن الله يكون التوفيق حليف في النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي عنده غيابات كتيره جدا، يمكن وليد سليمان نجم نجومه، محمد هاني الايقاف، حسين الشحات، محمد محمود، محمود متولي، كهربا، سعد سمير، كريم نيدفيد، غيابات كتيره جدا. فايلر اختار 21 لاعب طبعا في القائمه، هيخرج لاعب فقط وهيلعب 11 والباقي هيكون بدلاء على دكه الاحتياط. طبعا الدور الاولاني الاهلي فاز على الجونه باربع اهداف مقابل لا شيء، الاهلي في صداره برصيد 56 نقطه، والجونه في المركز ال14 برصيد 21 نقطه. الاهلي اقوى خط هجوم في المسابقه برصيد 53 هدف، واقوى خط دفاع برصيد 8 اهداف. يا رب باذن الله النهارده يكون يوم جميل لكل الاهلاويه، والفوز يكون من نصيب النادي الاهلي. لو في اي استفسار اي سؤال انا معاك كريم، انا معاك نهاوند. اولا بنشكرك على المجهود وبنشكرك على التفاصيل. ما عندكش اي سؤال لاخوك شريف متعلق ب... لا هو بصراحه انت يا شريف يعني دايما كده بتوفينا باخبار كامله، لكن احنا على مدار اليوم طبعا وبرامجنا المختلفه هنكون معاك وتغطيه لحظه بلحظه، لان احنا بنحاول ننقل الكواليس والصوره طبعا كامله لجمهورنا. بنشكرك جدا يا